خير يا عمي؟ فين انت كويس؟ ومش هبقى كويس ليه؟ هو في احلى من شويه الهوا الحلوين دول وسط الناس الطيبه دي؟ امال جايبني هنا ليه؟ عشان عارف ان انت هتروح البيت مش هتعرف تنام من كتر التفكير والاسئله، فقلت اريحك واجيبك هنا عشان اجاوبك. جاوبني على ايه؟ عن كل الاسئله اللي بتدور في دماغك من اول ليه انت بالذات، وهل القرار بانك تبقى الكبير صح، لغايه هل انت قد المسؤوليه وهتقدر تحمي اخواتك ولا لا. ده طبعا غير تفكيرك في حياتك كلها من اول ما اتولدت لغايه قريب، لغايه ما كنت شايف ان قصر العطارين ده عباره عن جهنم ومليان شياطين وابوك هو الكبير بتاعهم، ولحد ما بقيت انت كبير القصر وكبير العيله كبير العطارين. سبحان الله، ولا كأنك كنت قاعد في دماغي. يا ده انت قلت لك 100 مرة ما تستقلش بعمك سليم. عارف يا يحيى، أبوك كان بيعمل حاجة غريبة أوي، كان بيرفض دايما إن سيرتك تيجي قصاده، ولما كانت سيرتك بتيجي بالصدفة كان يكتئب ويقفل على نفسه باب مكتبه ويقعد فيه بالأيام والليالي. وجهان كانت دايما تناديني لأن أنا الوحيد اللي ممكن أكلمه وأخرجه من اللي هو فيه. ما جاش ياخدني ليه يا عمي؟ ليه مفيش ولا مرة واحدة في حياته قال لي تعالى مع اخواتك في حضن ابوك؟ عارف انا لما كنت بتخانق معاه من زمان كانت تقول لي مش عاجبك لم هدومك وروح عند ابوك، كنت بخاف امشي، كنت بخاف اروح له اطلبه. ليه طول السنين دي كلها ما فكرش مرة واحدة يتكلم معايا؟ أبوك كان وراه دم كتير قوي يا يحيى، عشان كده كان سايبك لأمك، ما كانش عايز حد يحرمها منك، كان سايبك سند لأمك وسايبك تتعلم من الدنيا الكبيرة اللي هو اتعلم منها. عارف زمان واحد حاول يقتل أبوك فأنا قتلته وهربنا وجينا على مصر، نزلنا في المحطة وأبوك راسه وألف سيف ما ينزلش في أي لوكاندا، ففضلنا نمشي 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 لغاية ما رجلنا جابتنا على هنا، على هنا هنا في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه ده بالظبط. أبوك وقف يبص على النيل ويبص على الناس، ويبص على النيل ويبص على الناس، فقربت منه وسألته يا زين في ايه؟ بص لي وقال لي تعرف يا سليم مفيش حاجة في الدنيا دي صدفة، كل حاجة بتحصل قدر ومكتوب، واللي حصل لنا ده قدر ومكتوب، واللي هيحصل لنا برضه مكتوب، وهيودينا في طريق غير الطريق اللي كنا بنفكر فيه وبنخطط. يا الأيام عدت بسرعة أوي يا زين.
قوي. كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت، ودي أصعب منها وعديناها برضو. عديناها عشان كنا دايما في ظهر بعض. ندمان على حاجة؟ ياه ما تعدش. وانت؟ أنا ما بندمش يا أخويا. تفتكر غلطنا كتير؟ تفتكر انت العيال دي هتلاقي حد يصاحبها ويقف جنبها زي انا وانت كده؟ حتى لو ما لقوش هيفضلوا يحكوا في حكايتنا انا وانت، ونفسهم يبقوا زينا. وهو ده اللي حصل بالظبط. كل الكلام اللي قاله زين حصل بالظبط. ساعتها أنا فضلت أكلمه عن القدر والمكتوب، وإزاي إن المكتوب ده ممكن يتغير. ما هو القدر والمكتوب يا يحيى ممكن يتغير. يتغير بالدعاء وبالسعي. المهم سألته، تفتكر إيه اللي ممكن يحصل يا زين؟ فبص للنيل وقال لي هيبقى عندنا أكبر بيت في البلد وأكبر عيلة، مش بس بعددها إنما بعزوتها وحبها لبعض وخوفها على بعض. عيلة تحمي المظلوم وتجيب حق الضعفاء. عيلة؟ عيلتي يا عم. عيلة اللي انت بتتكلم عليها لا محدش فيها عارف يتعامل مع حد. انا عارف يا ابني انك مش عارف تتعامل كويس مع اخواتك، بس مش انت لوحدك. حسن وادهم وعز، الظروف خلتهم كلهم ينبتوا من جدر واحد، بس للاسف كل واحد يكبر في حته. إنما جه الوقت اللي كل واحد من ولاد العطارين بقى عنده اللي يكمل التاني. بس الحمل تقيل أوي يا عم، على إن واحد بس اللي يقدر يشيله. هتقدر يا يحيى، أنت الكبير، كبير بحكم سنك وخبرتك. أنت شلت أمك، صرفت على البيت وعانيت كتير أوي عشان تبقى راجل مال وهدومك. انت غيرت قدرك يا يحيى. غيرت قدرك بسعيك وبدعاء امك. ودلوقتي يا ابني بقى قدرك هو قدر العطارين كلهم. بس وعدني يا يحيى. اوعدك بايه؟ تحمي اخواتك والاسم اللي قعدنا سنين نبنيه. وافتكر دايما كل واحد لوحده ضعيف. أوعدك يا عم، أنا مش بس حافظ اسم العيلة، أنا هكبر اسم العيلة والعزوة كمان. وحلمكم اللي انتوا حلمتوه سوا أكمل عليه. مش هبخل على حد ولا هرد مظلوم، ولا هتسمع في يوم اني ما بتقفل في وش محتاج. اوعدك كمان اني اخلي اسم العطارين تحكي وتضحك عنه الناس. هو ده العشم يا ابني. الزمن اللي جاي زمنك يا يحيى. انا زمني خلاص قرب. بعد الشر عنك يا عم. صور يا أخي، أنا عمري ما فهمت ليه الناس فاكرة إن الموت ده شر. الشر الحقيقي في الدنيا، إنما هناك مفيش شر. هناك في راحة. وعلى العموم يا سيدي ما تقلقش، أنا والموت أصحاب. وانا ممكن اعشم في صاحبي انه يسيبني كمان شويه. طب امان عليك بقى، عمك فيها كلام عن الموت.
كفايه على الوجع اللي انا حاسس بيه من ساعه موت ابني. حاسس بغضب ما بيخلصش. طول الوقت بقول لي يا رب. شو معنى انا؟ دي دايما مكتوبه عليا اخد حاجات مش عاوزها. الحاجات اللي انا نفسي فيها دايما ما بتكملش. عشان مش نصيبك يا ابني. هو دايما ربنا شايف ابعد مننا. ودايما كل اللي بيجيبه ربنا خير. احنا ضحينا كتير قوي يا يحيى علشان اللي انت فيه دلوقتي. والتضحيه بتقويك وتصلب طولك. انت جاهز دلوقتي يا يحيى عشان تبقى كبير. لم اخواتك والدم. اخواتي. اخواتي اللي عايزين نطلق مراتي. ده قرار ما ينفعش حد ياخده غيرك. بس انت لازم تبقى فاهم ان المكان اللي انت فيه يا ابني مكان ملعون. هيفضل عايزك تضحي تضحي. بس في الاخر انت اللي لازم تختار.